كل المغاربة، شكون ما أثرش فيه؟ احنا كنتأثروا على البراني وتأثروا على الحيوان، فما بالك الإنسان، خاصة أنا مولاد بلادنا وعزاز، وإحنا كدرنا غير مشكلة، أنا مشكلة قصدي شي حاجة كنبكي، فأكيد تألمنا ودرنا خاطرنا، والله يا ربي يرحم المفقودين ويا ربي اللي ماتوا، والله يصبر ذويهم، وإن شاء الله يا ربي تكون هذه الانتكاسة آخر أحسن إن شاء الله.